مشاهدينا، في أخبار الظاهرة بعد قليل على شاشة التلفزيون العربي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تختتم زيارة إلى تايوان وسط مزيد من ردود الفعل الصينية الغاضبة. أول سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في طريقها إلى لبنان، وردود الفعل على تمديد الهدنة في اليمن من قبل كل الأطراف. كونوا معنا عند الواحدة بتوقيت غرينتش، الرابعة بتوقيت القدس.